ما هو دوا بعد بريسك بعد كما قلوا احنا امي وبابا كل شيء ما تروح يدي حاجة ما تنتنفسوا فيها تعوا في وقتنا ما تنزمش ما تقعد ما تنزل هون ما تفرش هون ولا ما تتمناش تونس كما تعرفوا الناس كل تونس ما عندها فضل كبير علينا يا ما جاش تونس ما عندها ما الاستاتيو اللي احنا فيها تعوا حريقي جمعيتي الأم وهذه كزادة عندها فضل كبير عليا والحق ما تلديو وما تذكر حاجة ما تمتحليش من قلب الكليوت ترجي جماعية بتوت فيها قدري العبيد يحبوني إذا ومني هذا قبل كنت معناتها ما عندي حتى معناتها كي نقول احنا كونتاكت بسبيرونس توا سبيرونس نحبها يزمنا بحط ربي الوقت كان في تونس كما تعرف كان في كتيب جوز اولمبيك التنبير هذاك كان فماش تنبير فما سبور معناتها سيرتو في تونس هذاك هو معناتها اللي قوي في التنبير مي فما تنبير من تنبير فما تنبير نتاع تفديك فما عباد تنبر معناتها اللي ما عندهم حتى علاقة بالسبور القائد يدخل ينبر ما تهمش فيهم حتى شيء الانترنت حاجة مقدسة في وقتنا اليوم كباري حومتي وانت ربيت بوعنا في حاجة مسيرة من كباري تابع معناتها كباري حومتي وانت ربيت وانت كبرت وانت مازلت نعيش لتوا وقلت ربي شنو قد نعيش غادي معناتها بيني وبين حومتي واصحابي وكل شيء مزيكا حاجة ولات تعيش معنا توا معناتها نسمع برشا مزيكا ساعات معناتها مش تخرج من ستريس مش تبدل الجو مش معناتها موتيفاسيون وكل شيء.